واش غادي نقول لك؟ ما ماتش متساوي الزام بدايه المباراه داكشي كان باين. انا ديجا قلت للدراري قلت لهم بلي الماتش باين من اللعب ديالهم بلي المنتخب راه والو، راه ما واش مدخل لي مخرج لي بوفال ومدخل داك الرباني ما عرفت سميتو. الماتش في الاول كان تعادل، قلنا كاع على باس غادي نفوتوا الاشواط الاضافيه غادي نديروا شي تغيير، زادوا كملوها. انت تشوف اخويا الماتش كيف خرج غلبونا بدو دو ان. صراحة كاين سوء التنظيم، لا جامعة لا مدرب، اللعابة كتشوف تقول جايين غير يتشفاو فينا، والله ما عرفتش اخويا كيفاش واقع. لا علاقة صراحة الله، مدرب عنده الخطة كل مرة تيدخل بخطة، ونقول لك حيد منهم أربعة اللعاب الله يعطيهم الصحة، حكيمي بوفال سايس بونو. صراحة المدرب شونجمون اللي دار ما فيها ما سميتو خلى اللاعبين، وعرف بأن اللاعبين عياو في المباراة السابقة. صراحة الصدمة ضربات عاوتاني المغاربة، والكرة المغربية راه كتخسر فيها واحد الأموال طائلة اللي كنشوفوا، الأزمة الاقتصادية راه كتشوفوا الناس كتعاني. وصراحة ما خصناش نبقاو يعاودوا هذه الأخطاء دائما، أخطاء نفس الأخطاء. بالنسبة للمباراة كانت مباراة قوية، المنتخب المصري بين على الأنياب ديالو نفس على اللقب. منتخب مغربي ما كانش مركز 100% في الماتش، دونك كنتمناو لهم التوفيق المنتخب المغربي في تصفيات كاس العالم ضد الكونغو اللي غتكون في شهر مارس. وبالنسبه للمنتخب المصري تقريبا بين على النجاعة الهجوميه ديالو وانه منافس قوي على اللقب الافريقي ديال في الكاميرون. المنتخب لان كان عندنا منتخب زوين في 2004 بقاو حتى الفينال، كانوا دراري زوينين. اما من غير 2004 عرفت انا ما هذا، حيت المنتخب صراحه المنتخب ما عرفتش انا، كون بقات غير مصر كون بقات تونس غتلعب واحد اللعب واعر، ولكن دوماج. محمد صلاح تهضروا عليه البارح في الراديو، محمد صلاح هو اللي نوقفوا عليه ما نخليوش يماركي، هذاك محمد صلاح نوقفوا عليه ما يخلوش يمارك، هما تهضروا على صلاح في الاخر هو صلاح اللي مارك. هو اللاعب داروا اللي عليهم، المدرب دار شي تغييرات مشي تلهيه ما كانش عليه يخرج بوفال، وين الحظ ديما الحظ كيلعب. ولكن شوف نهضر باللوجيك، مصر لعبوا علينا ولكن يعني احنا ما استضعفناش الحد. كتشوف اشرف حكيمي زقل لك كوفراش بزاف فهمتي، وكاينين لعابه عاوتاني ما كيلعبوش على التوني باش تعرف، عاوتاني اللعابه ما كيلعبوش على التوني، كاينين ممكن نقدموا لهم الشكر مزيان فهمتي ولعبوا مزيان. شي لعابه راه ما يستحقوش يلعبوا في هذا المنتخب، ولكن كلشي كيرجع للمدرب واحد خليل وزيت باش تعرف. هذا الشيء كامل غادي حتى سميتو تصفيات كاس العالم وما غايجمعوش اللعابه ما غايدير والو عاوتاني، ارجع لي الحق عاوتاني هو ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.